عموما نوع بشرتي انا بشكل اساسي مش انا اللي ببقى متحكمه فيه، دي طبيعه يعني، زي ما ناس عينيها خضراء وناس عينيها سودة، فهو ناس بتتولد بشرتها ليها نوع. بس طبعا ممكن انا اعمل حاجه تاثر على بشرتي تاثير سلبي، وفي حاجه تانية تخليها احسن. الناس اللي بشرتها جافه من الناس اللي هي على طول بتبقى بالبلدي كده مقشفه، عندها قشر على طول في البرد والسقعة، لما بتغسل وشها تلاقي وشها شد جدا، بيوصل مع بعض الناس ان هي بتتعور او بيبقى فيها يعني مثلا على منطقة حوالين الشفايف دي من كتر الجفاف، مع الكلام او مع الضحك بتلاقي اللي حصل جروح صغيرة. فطبعا احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي. فاحنا لو هنتكلم على حاجة طبيعية من الحاجات اللي موجودة يعني في معظم الاماكن يعني، او حتى لو مش موجودة في البيت، فانا هشتريها زيت جوز الهند. زيت جوز الهند ساحر للبشره الجافه، يعني بجد بيرطب البشره بشكل مش طبيعي. لو انا عايزه يعني اغير، ممكن مثلا مثلا لو انا طول الاسبوع بحط زيت جوز هند، ممكن في مره احط نقطه زيت برتقان عليه. زيت البرتقان من الحاجات الممتازه جدا للبشره الدهنيه برده، وبتغذي البشره جدا وبتخلي فيها النضاره كويسه قوي. فانا بالنسبه لي موضوع زيت جوز الهند ده رقم واحد توب للبشره الجافه. ممكن احتاج ان انا اعمل سكراب لو انا عندي قشر كتير بعد ما بحط المرطب بتاعي، او انا خلاص استعملت زيت جوز الهند فتره وخلاص بشرتي بقت احسن، بس عندي شويه قشر كده او جلد ميت محتاجه اشيله، فانا اعمل سكراب مره واحده بس في الاسبوع. يا اما هجيب سكراب جاهز، يا اما هعمل حاجه من البيت. ممكن اجيب شوفان مطحون واحط عليه صفار بيضه، معلقه عسل نحل، هقلبهم كويس قوي وابتدي احطهم على بشرتي. المناطق اللي فيها بس قشر زياده ببتدي اتخلص منها. عموما البشره الجافه من البشرات اللي ما فيهاش مشاكل الحبوب ولا الالتهابات الاحمرار او البقع اللي بتطلع في البشره الدهنيه، ما فيهاش فوق السودا خالص. فدي برده يعني ميزه يعني، عشان بس الناس اللي بشرتها جافه ما تبقاش زعلانه. البشره المختلطه دي بتبقى شويه صعبه، لان هي واخده شويه بشره جافه وشويه تانية بشره دهنيه. فالبشره الدهنيه انا محتاجه اسحب منها دهون، البشره الجافه محتاجه اديها ترطيب. فمن الحاجات المهمة جدا للناس اللي بشرتها مختلطة ان هي تستعمل منتجات البشرة الحساسة. منتجات البشرة الحساسة دي بتبقى لطيفة، ما تعملش التهاب، عشان المناطق الجافة عندي ممكن لو استعملت لها حاجة البشرة الدهنية هتبتدي تلتهب بزيادة. فكل المنتجات المكتوب عليها للبشرة الحساسة هي دي اللي بنقدر نستعملها للناس اللي بشرتهم مختلطة. في بعض الزيوت اللي بتعادل البي اتش بتاع البشرة، زي زيت الارجان مثلا. زيت الارجان ده من الزيوت اللي بتخش على البشرة تشوف هي عايزة ايه، يعني لو انا بشرتي دهنية وعايزة يتقل منها الدهون، هو لوحده بيعمل بالانس في الموضوع ده. فزيت الارجان من الزيوت المناسبه جدا للناس اللي بشرتها مختلطه. يعني انا اجيب الزيت بعد ما اغسل وشي هبدا ان انا احطه، ولا هو لو انا بشرتي مختلطه يفضل تماما ان انا اي حاجه مستحضرات هيكون فيها ترطيب احطها بالليل قبل ما انام. تمام. فانا باجي بحط كميه صغيره قوي من الزيت بحطه على بشرتي انا بس، يعني بدفيه شويه في ايديا وببتدي اعمله بس على بشرتي كده، بخلي وشي كله ياخد منه، بلاقي الدنيا اهدى كتير. لو انا عندي مناطق طبعا فيها حبوب، فانا لازم يعني اشوف دكتور. يعني موضوع الوصفات يا جماعه في موضوع الحبوب، الحاجات الحبوب دي بتبقى يعني مش افكتيف يعني، فانا لازم اروح لدكتور لو الموضوع عندي كبير. يعني في وصفات كتير جدا لحب الشباب مش عارفه ايه وبتاع، ممكن استعملها كده لو حاجه ارجنت، حاجه بسيطه. لكن لو انا عندي التهابات كبيره في بشرتي، حبوب كتير فيها دهون كتير، يبقى انا كده لازم اروح لدكتور هو اللي يحدد لي ايه الروتين اللي امشي عليه، طبعا بالاضافه للعلاج اللي المفروض اخده. بالاضافه لحاجه مهمه جدا دكاتره كتير بيعملوها دلوقتي، العلاج الضوئي، ان هم بتعريض البشره لضوء معين بلون معين بيحسن من حالتها، بيقلل الدهون اللي فيها، بيخلي الكولاجين انتاجه احسن. ففي حاجات كده لما انا ابقى بشرتي مجهده زياده، يبقى انا لازم اروح لدكتور مختص عشان هو يقول لي اعمل ايه. لكن مفيش وصفات عموما طبيعيه للبشره المختلطه؟ البشره المختلطه انا بس بتعامل معاها بزيت الارجان، بتعامل معاها بالغسول الخاص بالبشره الحساسه. لو انا عندي مناطق مثلا محتاجه تقشير، فانا ممكن استعمل لها حسب الحته اللي انا شايفاها، يعني مثلا منطقه المناخير او التيزون عموما بتكون دهون زياده، فالدهون الزياده ممكن استعمل لها الماسك او السكراب الخاص بالبشره الدهنيه. تمام. لو عندي منطقه تانية جافه شويه، فانا يفضل ان انا ما احطش فيها اي حاجه، وبعد ما اخلص خالص السكراب اللي انا عملته احط زيت الارجان على بشرتي كلها. لو انا مثلا عندي المنطقتين دول، زيت اللوز الحلو من الحاجات المحايده جدا اللي بتمشي مع كل انواع البشره، وزيت خفيف قوي فاقدر استعمله في المناطق اللي هي هيبان فيها العجز شويه. في بعد بقى يعني لو السن كبر شويه وهبتدي عندي خطوط ومش عايزه اتجه للفيلر والحاجات دي، فانا في كريمات بيبقى لازم ليا روتين بقى، احط كريم ليل وكريم نهار، مش هستعمل الحاجات دي، يبقى حاجات طبيعيه من البيت. الزيوت اللي هي بتبقى مضادات اكسده، ان انا اشرب شاي اخضر كل يوم،
استعمل الزيوت. اول ما احس ان انا بشرتي نشفت شويه لازم اجري على طول واظبطها وابقى عندي روتين ماشي عليه. فلما انا احافظ على بشرتي على طول مترطبه هتلاقي الدنيا ما بتعجزش بسرعه زي ما هي في العادي. وده معناه ان احنا نزود برضك كتر شرب الميه. شرب الميه اساسي مع كل انواع البشره، يعني اي مشكله في البشره، حبوب، التهابات، هالات سوداء، كل لو يعني الميه دي سبحان الله يعني هي بتظبط كل حاجه في الجسم، بتظبط البشره، بتظبط اجهزه الجسم من جوه. فانا لو عندي اي مشكله من مشاكل البشره بتاعتي، حتى انا مثلا لو رايحه اعمل بلازما عند دكتور جلديه او دكتور تجميل او عايزه اعمل حقن او اي حاجه، معظم الدكاتره بتنصح ان انت لازم تشربي ميه كتير جدا. يعني مثلا انا رحت مره اعمل ديرما بين عند دكتور، الدكتوره قالت لي هاتي ازازه لتر ونص اشربيها كلها، اشربي ازازه الميه دي كلها قبل ما تعملي. فشرب الميه دي من الحاجات الساحره اللي عندها القدره ان هي تحل كل مشاكل البشره.